الله يتوب علينا يا جماعة، الله يصلحنا، الله يرحمنا، الله يسامحنا. اليوم بتشوفوا أشخاص أنتوا قد تحسنوا فيهم الظن، بس تعوا عند الاحتكاك، عند الامتحان، في الميزان. ليش الشيخ بيقول عند الشدائد تعرف معادن الرجال؟ إذا كان عند الشدائد تعرف معادن الرجال، وفي الميزان تنكشف حقائق الناس، ميزان الشخص. انتو قد يقال بتضربولن النوبة وبتوقفولن على إجر واحدة. تعوا حطوهن عند هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية: من الخير. شوفوا، انت بتظنوا تقي وصالح وعالم ودين، اوه شيخنا وحبيبنا وهيد ايديك واجريك لنبوسهم، وهو مش بس لا يحب لك ما يحب لنفسه من الخير، بل بعضهم يقطع عليك طرق الخير. في ناس، بعض الناس تظنون فيهم التقوى والصلاح والولاية، امتحنتموهم بهذا الحديث ينكشفون. بهذا الحديث وحده شوفوا هو كيفه مع أولاده وكيفه مع المسلمين بالطريق، شوفوا كيفه مع قرايبينه وكيفه مع الغريب والفقير والمهجر والمريض والمنكوب والسوري والفلسطيني والهندي والباكستاني والبنغالي والسريلانكي. هل يعاملهم كما يعامل نفسه وأولاده؟ مرحبا. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحبه. بس شايفين هلا لو بحكي 7 ساعات، أنا أقول هذا الحديث وحده كاف كاشف. روحوا روحوا نشتغل على حالنا، نروح نشتغل على إصلاح أنفسنا، ما نعيش على الوهم. عرفتوا؟ الله يسترنا في الدنيا والآخرة. كثير من الناس في المعاملات ينكشفون، وعند المال ينكشفون، وفي الأخلاقيات ينكشفون، وفي السفر ينكشفون، وفي معاملتهم بين أهلهم والغريب ينكشفون. وين إذن هم من الحديث؟ واضح؟ إذن العبرة بما عند الله، بما عند الله. نروح نشتغل على إصلاح أنفسنا وما نعيش على الوهم، ما نعيش على الوهم. يقول: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، كل منا ليتقي الله.